بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان وعشر بقول تبني اللبات كم ذا من رياض الصالحين من كلام من سيد المرسلين كتاب الفضائل وكتاب هاي وهي به خير كبطنا الفضائل ووذرتي فضيلة واحد كفضيلة الليلة هذا وذرتي سبا فضائل وجمعية وأنا رقم ماذا يا أشياء خير كبطن روح اللقاء هلو أما كنت المان هذا غير كي وحدير يهي با فضائش الليلة هذا باب فضي قراءة القرآن قرآن كل آخر يفضي يا خير ككتشرا أي باب هاي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اقرأوا القرآن قرآن كأخرية والددال وأخرس كسبضية فإنه يأتي يوم القيامة قرآن كمالك آخر وحو إمانية شفيعا نسوه ويرقين وشفع قاضية لأصحابه ذاتك أخري جري كل رقم جري رواه مسلم ذاتك مرك أخري جري كل رقم جري لوقابه شفع قاضها يايو هذي أصحاب الكبائر هنا الدنوب وين كل انتين وحكير قين يا قرآن كون دنوب تالور دافوي شنا قلال هذي ذات ونكسنا هاينا وحكير قين يا إن درجو ينصر سر يا ملك كرا لقيه ودد كون ونكسنا لا سيمو لبض وين اسكو قدرنا وادعي كرتا ودنوبتنا وكشف عقاده درجات كين لقد العسيين وكشف عقاده قرآن كان لودة دالو ينحر كحديث كي يمها الدديس وعين نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يؤتى يوم القيامة مالك آخر وحال كينية بالقرآن قرآن كبال لائما يو أهل الدكيسي الذي أهل كاسو كانوا أهايين مكيد إفك تشوغين يعملون به كوكو رغم في الدنيا الدنيا ذا وحو حرمك ديران شري وحو بني قادن شري وحو كدقي كفقان شري وحو مدك عربي كو نقاق شري ضد كاس يا قرآن كو وصعدان لكين إياه تقدمه قرآن كو حاهو قامنيس وهورك عيسى سورة البقرة وآل عمران سورة البقرة يا آل عمران باهو قامن يا قرآن كاس مالنكا تحاجان وحي كدو ديان وقرميان عن صاحبهما صاحب كودي روحي قرآن كأخري جري يا بقري آل عمران ما دام قرآن كهرموت كسيهين يؤدو ديان إله جنة جي إله أرداف إله أوقبن إله عبتي سأستر وحوال بول الشيخ ملاك صد العانة أبو كاطي كنغنيا بقري آل عمران وأكدو ديان روح آسي مركوا إن أهل قرآن آتاي أهل قرآن وحال قوضة روح قرآن كقرنقمة رواه مسلم أي حديث كور الشيء وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم متك إذن كوانا أكسن هذا المسلمين تهين من أحد ويتعلم القرآن قرآن كبرتي وعلمه أمدنا بري قرآن كنين كبرتا أمدنا برا نين كاسا إذن كوانا أكسن هذا المسلمين تهين محايا لقرآن كو وأسل كالدينات دين كناسو كتاقين هاي أمدنا نين كأساقو برتا أمدنا برا هدين كوانا أكسن وي ولذلك صادرت وحورنشر الضحاك بن مزاحم طبيعي جليل كأها حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها وحال لازم كو قرآن كان ننكبرته إنه نغض فقيه عالم أحكام تسقرني مع حلال قرآن بنيي قرآن كم حوء مدى كريبي ناسخيسي منسوخيسي أوامرتيسي وعيدكيسي وعدكيسي مناهيدي من قرآن كي يقان إنه النقضاء للربا وحكمت سجراني حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها وتلا قول الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أيضا سمرك دليل شدي سيدا سوي صحابة وحكا شكيين يتابعين توذيبا إن قرآن كي أبران شرين شنشان آيادوت رواية كانت طبعا طبعا آيادوت شنتا آيادوت إلا أي برتان آياد والبوحي كسو الدكتي معنى هي كهال ليسو حكم كي حنبار سنتاي ومدى وحي فرايسو وحي كريبيسو وعد دقا أي حنبار سنتاي يباوهيسو قود دقا أي حنبار سنتاي
ayagoo culimo ku ah shanta aayadood oo tafsiirkeedii iyo fiqigeedii iyo axkaamteedii iyo la taa'ifteedii meel saaray mayay ka gudbi jireen oo mid kale u gudbi jireen. Shanta aayadood ilaa ay bartaan wax walba ku tacalluqo cilmiana ay dhuuxaan ma aysan ka tegi jirin, cashar cusub ma aysan qaadan jirin. Marka sidaasaa loo jeedaa tacallum alquraan, lafdiga qur-aanka bese ma waxa laga hadlaayo, lafdiga qur-aanka bese in la barto waa bidca cinda salaf, bidca cinda salaf. Bidcad dambo gadaal ka timid weeye waa in qur-aanka lafdigiisa iyo macnihiisa iyo tafsiirkiisa iyo fiqigiisa la wada bartaan la doonay. Wacan caaisha radia allahu tacaala canha qaalat, walidalika suyuuti kitaabkiisa alamru bilitibaac wanahyu can alibtidaac wuxuu ku tiriyey oo kasoo guriyey culimo kasoo guriyey inay bidca tahay. qaalat waxay tiri caaisha, qaala rasuululla sal alay wasalam alladii yaqra'u alquraan, qur-aanka midka akhrinhaya, wahuwa maahirun biha, isagoo xariif ku ah, isagoo maahir ku ah qur-aankiibaad yuu akhrinayaa isagoo aada u garanaya, oon meelna ku istaagayn, oon ku joogsanayn, oo dareerinaya. wahuwa maahirun bihi, wahuwa xaadiqun bihi, heer sare ku ah oo aada u yaqaanaan loo jeedaa ninka isaga ah. maca asafarati alkiraami albarara, wuxuu aakhara ku meel noqonayaa maca asafarati malaa'igtii ergada ahayd ama danjirayaasha ahayd ama safiirada ahayd. asafara waa jamcu saafirin, ka kataba jamcu kaatibin, saafirku iyo safiirkuna waa axadka allayu unkiisa u kala adeega, fariinta u kala qaada, dhambaalka gudbiya. inagu hadda sufara waan dhahnaa kuwa dalalka matala meelaha kale jooga. maca asafarati, malaa'igtaasi rususha ah ee ilaahay unkiisa u kala qaada rasaa'ilkii dhambaalada ayuu la jirahayaa. alkiraami, qiimaha badnaa ee gobta ahaa. albararati, ilaahayna adeecay, jamcu baarin, kiraamna waa jamcu kariimin. idan malaa'igta baariga ilaahay adeecda, xaggana ilaahay agtiisa gobta ee ku qiimo badan ee ilaahay unkiisa u kala qaada fariimaha, dadkaasu raacaya. muxuu u raacay sabab? muxuu u raacay? malaa'igu waxaa lagu yaqaanaa in waxyiga ilaahay iyo ilaahay hadalkiisa iyo fariimaha rabbi ka soo fulaya ee uunka loo soo tabinayo inay malaa'igtu qaado. ninkii ilaahay waxyigiisii iyo qur-aankiisii bartay ee xariif ku noqday ee maahir ku noqday ee bad ku noqdayna wuxuu u dhowaaday hawshi malaa'igta inuu shabaho. saasaa loo raaciyey. malag maxaa lagu yaqaanaa kalaamka leh kelimaadka rabbigay inuu xifdiyo, gudbiyo, weeleeyo, ummaddana u gudbiyo, rususha ambiyada u gudbiyo. hawshu ambiye rusul loo gudbanayo, malaa'igna ay soo qaadaysay ninkii meel saara, malaa'ig buu shabahay wey, malaa'ig buu dhowaaday. saasaa loo jeedaa. waladii, midka yaqra'u alquraan, qur-aanka akhrinaya, wayatatactacu fiihi, ku jogjoogsanaya ee carabkiisu uu qabqabanaya. tatactacu waxaa weeye in shaygu kugu adag yahay ood kicinayso ood ku istaagayso. wahuwa calayhi shaaqun, tatactacu bay markaa fasiraysaa, qur-aankii buu ka kicinayaa, waa ku joogsanayaa, waa ku istaagayaa. wahuwa calayhi shaaqun, isagoo uu dhibayo markaasi yuu gebi dhacayaa oo isdhibayaa. lahu ajraan, ninkaa laba ajir buu leeyahay, ajrul qiraa'ati iyo ajriga tatactuca, labada ajir buu leeyahay, joogjoogsiga iyo rafaadka, xaggana uusan daalaynin ee uu dadaalayo ee aayadda intuu kiciyo fiiriyo oo wado 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 uu jabiyo saxo kadibna haddana soconaya. hadda nin raga wa ninkaasaga, hadduu ninaan dadaalayn uu yahay markuu laba goor kicin waayo intuu isku laab iskaga tegi lahaa. dadaal dheeraad buu muujiyey isagoo marka hashkadaynaya oo joogjoogsanaya ayuu haddana sii waday, waana dhibayaa, laba ajir buu leeyahay, ajrul qiraa'ati iyo ajrul ijtihaadi maca almashaqa ayuu leeyahay, oo tatactuca laga cabiray. mutafaqun calayh, macnaheedu ma aha ninkan damba ajir badan, ninka horaa ka ajir badan oo ka khayr badan, isagoo ajirkiisa lama meeshay. waxaa la yidhi ninka malaa'ig buu raacayba, ninka malaa'ig buu ku olog yahaa la yidhi, ama midkan ayaa isagu laba ajir loo qoraya. wacan abi muusa alashcari radia allahu tacaala canhu qaal, qaala rasuulu llahi sal allahu calayhi waalihi wasalam, mathalu lmumini, ruuxa muminka tusaalihiisu, alladii muminkaasoo yaqra'u alqur'aana, qur-aanka akhrinaya, mathalu lutrujati, lin ugunji buu la tooyahay. lin ugunji bay wadaaduhu noogu fasiri jireen, waa shay macaan weeye, xaggana korkiisu sibsib yahay oo taabasho wanaagsan, macaan udgahaya, lin ugunji waa la yaqaanaa. maxaa yeelay riixu ahaa liintaasi utrujadu carafteedu tayibun, waa wanaagsan tahay, wa tacmuha, dhadhankeeduna tayibun, waa macaan yahay,
إذن روح مؤمنك قرآنك مركة أخرية كرق ما لين تاسو لمدي هاي باشا ونكسن قرآنك كسو بحاية يوحى لغم مقليو يروحي أكتوغة رايحة ونكسن بوكيلية آيادو كوان توبو وعدي قصوق عجيبة حن بكفا إذا يوي ردن كيسو قدها نوا معايا وإيمانك با كترة قلبي يسو تصديق يا قرآن شعيل يا الله كعناشا قلبي يسو كترة ومثل المؤمن روح مؤمن كتسأليزو الذي مؤمن كاسو لا يقرأ القرآن قرآن كان آخرين يلين كمثل التمرة تمر بولتوية وتمر بأوتوصالة تمر توا معان تحقق قدها لكن عرف إي أدق وناكسن مالها لا ريح لها عرف مالها والنبي عليه الصلاة والسلام وطعمها ردا كذو لكن حلو ومعيها ومعيها إذن روح مؤمن كان قرآن كأخيين إسكا عام بيقا أسوق هذه تصديق إيمان بقلبك سكتشرة وقدوه كم معايا سيدة تمرت أردنا وناكسنتها لكن قرآن كصبح هي أذكار وآخرين هي أحكام قرآن وفهمها هي دريرين وأسيق دريرين من دم الله ظاهر في سمرك قرآن العاموي لكن قدوه كواناكسن يا ما دام اعتقاد وناكسن وقرآن كأهيه ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن منافق قرآن كأخري أسقط سالهيسو كمثل الريحانة تريدو لمدياي أما باشا الريحانة اللي عرفته صبقي وحبها الله شيري اللي قدر صدو أما دقاها بالله صدو مانك جمعة بمباسو كرما قد قرأتا ودوقا أما النقار كان يركي ومركا عرفاي إنه الريحانة يريدو بوالا إلا هذا ريحها عرفته طيب وهو ناكسن منافق قرآن كأخرنا يا قرآن كسو بحاي يا وحكي يري يا صوت كيسو يا تبغى كسو بحاي ساي وي وانا اكسنت وعربيس وطعمها لكن قلبي يسو مر وخراري هاي قلبي يسو النفاق يا قال لما فردي قدوه كرن تي كركوس كعرفي ومثل المنافق الذي لا يقرا القران منافق ان قران كسو اخرين كمثل الحنظله قلفون بلمديا قرا ضميرات يو قلفون وحاتر ادبا بالكن قرد مرض ولا يقان سوما قلفونا دنا قلفوف بيدان ولا بفاء بآخرية ميات قرتين وقرد مرض كاسونوع كلا ملا الدمين كوكاب بحاي جيد مرمر آن ويو مركب مرة شالا وكوسون لين تنوع ببحية كركن الشكمان في الجيم كله واحد شكمان موت قص قضاح يروج العسنة في رمضان بكله كم تقنا ما الله يدادا يا محمد معادري انكراري ورع عصوب ويعاو الله وكره بحي صحوي نول بويد وحي وشيك توين وشيك هات يا عن خراري وعبدون بعانا خراري عبد الله اما ننكا محمد وحي وشيك ايشيك اما قلفون كي يصرع يا قلفوفك لو ضع بيضون يال دمبلا حنظلظوا مركب وعاس أبعادوا خرر ليس لها الريح عرف يدقون ملها وطعمها ردن كيدونا مر وخرارية ميل الله قد انت ملا منافقا قرآن أخرين قدها قال لما وقب عديا ملح يأرق أي أفر لذا كورنا وح قرآن وآخرين وكسوا بحيا مجر متفق عليه سيداس قرآن كمركب أسامي مؤمن كآخرين أي مؤمن كان آخرين منافق آخرين أي منافق أن آخرين أفر طاح الله وكلا جبي وأقول لي تي منافقي أن قرآن أخرين ضدك وحاول أكسنا مسلم كي قرآن كأخرين هي كتاب إلهي كور قبي سوى البض مشكور سنتاي وابري يقبل لعي كتاب كرب قاضون كالفورين يصنع هذا الله سوء إلالي طلبة العلم وما كانوا حبرنا إياه أما علم حديث برتين أما فقه برتين قرآن كا ويكتقال قرآن كا ويكتقال قرآن كتابك إلهي واجب بريها لك لفرو بقول آيات كآخري حزب كآخري جزء كآخري كبدي كتابك أظن كلفرن وكتابك إلهي بريدين يسون قبل كل دعي هاشو واتكفى إذا يسان وقد جرب في الدنيا والآخرة أما الآخرة زوما نبقى إذن شيء أما الدنيا قوب جوك بلوي يعني. كتابك ربك إياه لك فقان سوى البضم مشكور سنتاي كل طبنا يود كأخر ذو كلفور واجب ريبة أذكار الصبح المساجد الراعي ورد صلاة الصبح الراعي ظهر كالراعي وحون كأخر كتاب كربك تلفون تقوى ذاتان ملك استوي يا الله واضح في سنتين كتاب كربك يا الله جزاهدين وأنا مشغول سنة هاي بيزي بأنا هاي محب بيزي أتقطها
واصغ كفي عن وحونك أخرية أو شهاد أو هذا. وعن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إلهي سبحانه وتعالى إن الله إبويني يرفع وحكو كريلا يعني وحكو شرفا بلغوضة بهذا الكتاب كتاب كان سيقى القرآن كأقواما قليوا ربكو شرفا الدرجية مقعيسا لهان لهي أما قاري لهين ربكو قرسي كتابك درتي يأوي ويضع به وحكد الليا وكشر افترا آخرين قل يكالي النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم سيدنا صابك وكوي مدو عمر كشر حديث والنبي صلى الله عليه وسلم نقل لورج النافع عبد الحارث أيا والي يا غوبرنطور مكاكاها سيدنا عمر بس وحجي وكسر بحيي نيكا غوبرنطور مكافدي نافع من عبد الحارث يا رقم مسؤولين تريمك أيا كهر تجي سيدنا عمر عصفان ما اللي ذاك كهر تجين أيوة ملحوينها سودة وين خليفة مسلمين سودة ويني مركز سور الله ما لين سعود ما الله سعود ذاك كهر تميده تدك مسلمين تايم ما كتشو جاي يادك قصو تكت حلو وحنا كقصو تكت ابن أبزابن يقصي سنكو ولي مامل كوديو هو جامين توديو تجين توديو صلاة دو مركز سور واقوما ابن أبزا حلوى مولا من موالينا وأضونا حرينا يو أنغو أنو قعل أن كدغا نون حرين مركز يقول ما هاد كسوت كتب بيتك إلهي يدد كيسي بس هادنا أضون كسوت كتب عمر أنو قرع عود عمي أشي بالله بحبو دكو كله إنجري أد إنو أخل دمي بوارك سيدنا عمر هادك دنگ بور ننك أساقا ريمك ننك قرآن كو يقانيوي وفقيه إسنا عيبوري فرائد كير دحل كان ملبو ساري تنسى الدكتور رمكو أيان الدين كجوا ونكسن وعيور صدرت ذبان أو يان يدي قصي سنو والي قصي سما أنك دكت عمر وقابوبي تابعي وحير عمر وكركرة ينده عدين هيو دي قصو يستقو إيش لب هاي بركة إيه عمر وشيقي بن هذا نارك دي كتاب إلهي عمر أكتيسة الغش يقو وحكرامين تسوس هاي ودقي شري مركز النبي محمد بن كم غلي حديث كاس ابن أبزة أم مولى وضورة بارهم مكي وقريشي مقاوي ربنا هاشم ربنا المخزوم ربنا عبد الملك سانك تاجا هي أذبك كسر عدي سانك أذبك كسر عدي ما أضون بهذا عن تقول لي حقي أبوك كي أنا مكاوي جاس كتابك إلهي ليك ساسو سيدنا عمر أشعري رواه مسلم سيد أسوي كتابك الرب جاي الله جاور قبو الله جاك دوادو هل ورد قمو روح والبوب بن آدم أنا كتابك ربك انت اجرها كوجر سدو تانا اوغاد هذا ومثال مهم احد والبو بن ادم كتابك ربك انت اجر سدو يسو اوغو دادالو يسو اوغو دقمو يو ماشو دقو اذن كنا دقا متى مسمى بلائي هلقي ابي اساسك حنبارننا كتابك ربك علكيسا حنبارننا عدوكي كتابك الهي هوضننا اسكي الالي وعن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد كما شمجرت الله كنتو شيء روح لغو كنتو وناغ لغو كنت مجره إلا فتنتين لبا الرمود موين اللي هبلو كليا كاردغا هبل وحيسو كليا قصية وحل إلا ذا مجره لبا الرمود وحانك آي رجل وينك كوباد وكما شمضا أتاه الله القرآن رب القرآن بري فهو يقوم به قرآن كبكو استاغ وكتو كذا أنا الليل هبين كساعده يسا يا وأنا النهار دررت ساعده هذا حلي يذا دررت حلي كمد وكنت كذا وهبين كبوح وكجار كنت كذا نصوري نزدم بابا نكاس وين لكنتو كتاب إلهي بوهل كدكتي أسأل الله صاحبي هري هبين بوايس هيان وأقول رقما نك قرآن كنت كنا هي كصلاة هي كصوم هي أسوة تاجن لكن وحكى الآن كل رقمين حامل كتاب الله معها ومنافق كاس منافق ما حامل كتاب ولا قارئ ما من نبا وعندك كلمة دي اتبع كتاب الله وتعلم كتاب الله واتبع ما فيك هذا اللي سلف نقول شو دنا كأني نينك الله بعد كما شذا مدن ورجل أتاه الله مالا ونو إله مالي هنتسيي فهو نينك ينفقه مالك وحقوق بحنايا مالك وبحنايا عفوا وديبيا أنا الليل وأنا النهار هبين يمان بواسطة قيسرية
xilligaasa wax bixinaayo bishu markay dhammaatano ima ma odhanayo. Hadda waa habeen maalin waagu habar habeen wax laba baxasho ma odhanayo. Shuqul reer koonfureed habeen wax lama dhiibay dhehe. Meel unbay ka keeneen, kutubta qaarkood bay ku qoranta inaan habeen wax la bixinin, waagu inoo baryo adeeg wax lama dhiibay, kutub baa qoray. Soomaalidu waxay sameeyeen oo dhan meel bay ku taalla. Almuhim, ninkaana waxa weeye xilli kasta oo maalinka ka mid a iyo habeenkii maalka ilaahay uu rabbi siiyey buu sadaqaynaya, dhiibaya, galladii rabbi u galay buu garanaya. Waa nin xaamid oo ilaahay ku mahadinaya. Uun dhahayni innamaa warithtu hada kaabiran can kaabir, jasaar abaallaawaa ma aha, wuxuu ilaahay u galay buu addoomihiisa kula laabanaya. Muttafaqun calayh. Walaanaau assaacaatu, aanaha dadratu waa xiliyadan baa loo jeeda, xiliyada zabanka waqtiga unbaa laga wada. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان رجل لا حسد وان صومر حسد قيب محمود يقيب مدموم انه لي اسق قد جيزة كل حسد مدموم ما رمى سوف فاي حديث كان صومر وحبك نقول ماي. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ما قال كان رجل يقرا سوره الكهف نبا اخرج سوره الكهف اي اخرج اد واخرج وعنده فرس مربوط بشطنين نبا سورة الكهف آخريها هي. وعنده فرس فرس بانا أكتاقنا ننكا سورة الكهف آخرنا هي. وعنده أكتيس فرس فرس كس مربوط لحري بشطنين لبحرك شطنك وحرك الدير أشطان بانا لغو جبعية حرك الدير ولي بحوقا أيا اللي هذا شطنك مركا لبحرك بالسكو قدري laba xadhig oo xoog badan oo dhaadheer buu farasku ku xidhnaa. Ninkii marka akhrinayay suuratul kahfi fataghashathu, waxaa daboosho oo haraysay ninkii dalaalimaysay. Saxaabatun daruur baa korkiisa timid, fajacalad, waxay guda gashay daruurtii tadnu inay soo dhowaanayso. Mar walba suuraddu uu sii wado daruurtii waa soo dhowaataa iyo dhadadii. Wajacala farasuhu, faraskiisa wuxuu guda galay ama lab ha noqda ama dhidig ha noqdee, faras baa la wada yidhaahday. ينفر انه كعرر يكدد منها من السحابه ضرورتي بكدد يا دي فرس وحمدو كسو دوانا يا ما افيو كسو دوانا وعركي كايمن يا وهول عصب فرس كحرق انه غويو ايو كسبتي. فلما اصبح انك مركو واغو بريا اتى النبي سبحانه اتغي فذكر ذلك له نبي ارنكا اشيغ نبي الله حالي انا سوره الكهف اخرنيا ان بضرر صوفكتي kor bay ka timid, say usoo socotay usoo socotay dhakadayday timid, faraskiiba xarkaha goosan gaadhay. Faqaala subhanahu wuxuu yihi tilka sakiinatu, middaasi waa xasilooni, waa gargaar iyo guul rabbi. Tanazalad, usoo degtay lilqur'aani, qur'aanka dartii, suuradaad akhrinaysay iyo qaabkaad u khushuucsanayd qur'aankana u tadaburaysay baa ilaahay u bogay, malaa'ig baa soo degtay. Qur'aanka waanu wada akhrinaa, malaa'igna ma aragtaan haddee, maxaa yeelay isku qalbi baan lahay, isku qalbi, isku khushuuc, isku tadabur, isku iimaan, isku rumayn bayna ahayn kitaabka sidii loo rumaysan yahay. Waa la akhriya, iska akhri weeye, waa dariirinhaya, waa maqan yahay, telefoonku chuqaynaya, waxbuu qur'aan buu akhrinaya, wuu qabanhaya, wuu kala goynaya, waxbuu wadaa, fartana waa wadaa, carabkana waa daldalahaya. Waa tuu dhiije Cabdulaxmaan Mubaarak in laga toobadkana u baahan tahay. Ghazaliin lagu yidhi istikfaaruna yaxtaaju ilaa istikfaar. استغفر الله ان لا نهي لفتر كذا دنب ابول او باهين لقى توبت كذا مهاجره اظن مقن او شاف في تسع او شكاين هي او فرد كدر هي ومن قحا ياضه اكل مياد قيل ليس مسود وردريس دعاده وحيوب انت اي حسك الهي دقنان مسكح جوكته مان حاضر فيرين لفيريو لدكتور واحد اخر نيسو خشوع الدنيا دو لغا بحو آخر لو جهزت وين تحول لاتو مرقادي كالي وحو سبب دليا عيار بو نقوني. متفق عليه قصدا ان مركا ننكا اساقا ننكو يهاي والسكو مان دافي وذا دو حدا هو اسيد بن حضير ننكا سورة الكهف اخرين اي ملائكة اسو دكتي أسيد بن حضير بو أها قصيدة سنة في صحيح بيكجر تواس وقنطة قصداس. لكن أسيد بن حضير روايات وحي الشيء وحي أخنه سورة البقرة وكن النبي يقول إن هذا وضيء أهيدون كلا قوينين هذا القرآن كوضي لهيد
malaa'igtu ku dul taagnayd ilaa uu waagu baryo way joogi lahayd, reer madiin oo dhan baa daawan lahaa, malaa'igtuna ma dhaqaaqdeen, xataa iskama asturteen, xijaabka iska qaadi lahaayeen, reer madiina wacdaray arki lahaayeen. Laakiin sayidow qur-aankiina joojisa ma ahayn, wuxuu nabi allow ma joojiyeene, wiilkii yaraa yaxya aabaa agtayda jiifay, faraskii hebel ahaana halkatiisu ku xidhnaa, faraska baa suu u fiigahay, u boodahay, u didahay, u figtaalay, baan ka baqay intuu xadhiga goosto inuu wiilkii kaga joogsado baacoga kaga istaago. Saasaan qur-aanku u joojiyey. Inagu soo mar qisada Useyn bin Xudayr waanu soo marnay. Waxaa kaloo qisadan oo kale ay qabsatay Thaabit bin Qays bin Shammaas al Ansaari, isaguna way qabsatay. Saxaabigan marka asagu Suuratul Kahfi akhrinayay, nusuustu ninku ahaa maysan cayimin. Xaabidku wuxuu furay ixtimaal ah inuu sid qudhigiisa yahay oo baqariya kaafiba u wada akhriyay. Waa iska ixtimaal, laakiin nas looma hayo. Waa saxaabi min asxaaba kamida الشطن بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة الحبل وحنا صواب إن طويل قدر حرق ودن معها عند اللغوين وحراجها شطن كو حرق الدير مطلق الحبل معها. وعن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله روحي أخري هل حرف وكتاب ربك كم ذا فلو حسنة أجر بوله والحسنة بعشر أمثالها هل كحسننا طبعاً لاب كيد وهي طبعاً قرب الله الله بيا لا أقول نبي قرن ما يبدا ألف لام حرف ألف لام ألف كأي لام كأي ميم ك وهل حرف قرن ما يو ما دام يسكت دقيين ولكن أقول وحن لا هي وهي ألف حرف ألف وحرف جونية طبعاً حسن الله قاسيني ولام حرف لام كنا وحرف جونية وطبعاً حسن الله قاسيني وميم حرف ميم كنا وحرف جونية. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح يعني هل حسن لا يقول حسن طبعا جرب الله بياو إلهي سيدا سو أجر كي أبد ياد هذا المالك اللي بجوز سدح جوز أفر جوز تضب جوز ويحد كأوده هذا أخر ذو هذا خير وهي هذا سدح بالقرآن كان كل ما يسو تضب جوز يحسب بالآخر ليس تضب جوز يحسب بالآخر إذن سدح البري من بعد ختم ليس يحسب سدح بري كير نمو ناكسونه نايبا كسؤان كسو مري لكن إلا قد زاهد ولا قد تقو هذا هو مشكلة كلي. عن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخري كالبيت الخري إن الذي ليس في جوفه شيء متك بقي علوش سايسن كجرين شيء من القرآن وحقرآن ككمدة قرآن كوح كم مذ أبا ما تضوي برك ومركز شنبري كل ما نسميا مس أفر أفر بأفر توي أفر توي صدح وطوم بين غنيس إن الذي ليس في جوفي في قلبي بلوج وهو حديث جرام من باب إطلاق اسم المحل على الحال يعني جو وقلبي وحقيق ونو حقيق جرا ساب ليدا علوش وكجرت ما جعله لرجل من قلبين في جوفه في جوفه مرك إن الذي ليس في جوفه وحلق وذا في قلبه ننك ودنيس وقلبه سوح قرآن أو سن كجر شيء من القرآن وحن قرآن كم ذا كالبيت الخريب قري بالئة ولغا قري يتبع إضلاء أيو اللتوية هاي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وذلك محقق وسطو حولي هاي سند كيسو ضعيف حديث كو حكجر قابوس بن ابي ظبيان واسك اجتاد كيس اسكا مرك رقبا انا وغهري لكن سيدا صوابك وان حديث كيسو حسن يا هاي ابن شاهين ابو حفص بن شاهين كتاب كيس الله ذكر ذكر من اختلف العلماء والنقاد الحديث فيه صفحه سديتني صدع الى بوغ سديتني افراد حولي هاي مركو كسوها الله سيدا علماء الحديث كو مان دافين قابوس بن ابي ظبيان حلو هذا الخلاف في قابوس يوجب إمضاء حديثه لأن أحدا لم يطعن عليه ولم يبن هذا الليل بسيوة حلو ويحيى بن معين قد وثقه وحديثه قريب وحديثه قريب الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام حلو حديثه حسن حسن الحديث حافظك فيه الليم بويدا هذا مرك حكم كترمذي واسحين ياي حديثكم قوي يا وحديث حسنة مرك هذا الكي إنك اللي يدا ذو قابوس وكيري من شاهين وهذا مقلي سنة وحوي خلافك كجنا مكاد أركته
توفيق سدو او عادياي يا وداداها دورها الكود سدو محتمل او ياهي حق انه سنو عضين حوتوس كينا يا بوري ان نكا حديك سال سعوديو محايا لاحد ستوس ودوري او قد حتوس الشيغي يا واحد لا فاهمي كرمتشروجي ماينا عضين برجر حقيزا ابن معين وتوثيقي في جميع رواياته حديث كسننكا وحديث دور الله أقبالي كارو ذهب نحوره وحسن الحديث حافظ نكلا ترمذا نحنكس واركيسي إنو كالبيت الخاربي هينا هذا يتصوم رئيسي وننك قرآن كأنا قوانين أخرين محصون نقضي قرآن ما أخري قلبي سنو قرآن كمتشرو إبر كيبوها ما كأفرت لغا سؤال الله مؤمنك قرآن كأخرين نيه يا كان اخرنا يا منافق اخرنا كي اخرنا يا كان اخرنا انت وين صمر. وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم المهم هو اجتهاد سندك ضعيف هو شان بيقول لسنتين وسندك حسن يا ابانا راجح. عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه وبالتالي اهل الحديث وحيق ان منهج الليل هذا الانتقاء من حديث الضعيف. نكو اسواق توضا ضعيف كا بالغيا باحاديث ثقيبه كما اني صحيحيات. أما أي تحسينيان أيغو مركي نينك قونوغها الله ينراوغا ضعيفين أي محايا إلي طريقة الانتقاء بين مرين انتي أصوش الدواق قالين وإنك حفظي قصفيريين يوحي إليهم من باب قد يصدق الكذوب وي بين عليهم رنشا قال لغايا با مركا قاركوت وحي أغاني يا مركا حديد كان إنو حفظي هبل هاو ضعيف بهان نقضي الدبين بهان نقضي لكن مركا الله فيري قرا انت يحالضوه وحيكين كان حديثك واقيبي وقبطي حلو يقنا الانتقاء من حديث الضعيف من حديث الرجل الضعيف الراوي ضعيف بخاري باصمي مسلم باصمي ومنهج أهل الحديث قاطبة كلية مركن إن إمامه أقابوس وحل لقي هذا حديث صحيح انتقاب الصميني ترمينه ومنها العلل والنقاد الكبار تساهل قال الشيخانة وتساهل نسبي وحل سكوها بقصية إماه. وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن منك قرآنك أخرنا يوحى القرآن يا قرآنك صاحبك أهلك قرآن كتاب ربك كورقبي أخري تشري كرق من تشري اقرأ قرآنك باللو مركز جنادة لقين لي وارتقي جران جرادنا كربا لورنا كورو صحو قرآنك باللو كورنا ودقاق ورتل قرآنك الترتيب كما كنت ترتل في الدنيا سيدا الدنك أخري تشري أدونك تشوكتي قابك القرآن كو آخرية ترتدو ترتيبين ترتدو هذا نو ترتيبي فإن منزلة تقبوسك الدقيسو جنة الدقيسو عند آخر آية تقرأها آيات كو قد بيسي قرآن كأرد ما يسو هل كي كأرد ما يتو أي قلو كو أو بوس كو جنة بوس كاكا هذا أدونك كو بيشرت قرآن كآخر ما ترتيبين كرتيب لا سعود هذا نيكو قرآن كدلان دلنا هل كان كو بيشرت آخر نو بوبي دحضان وفريسانية إذا أنت الله نقول بوحوس هذا لا يباد بهذا الوقت لا بيح قرآن ترتيبية ترتيبه آخرية ما له أردي ميسا هل لبتن لقد ده كتابك ربك ست ترتيب الله آخر باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير عن تعريض للنسيان وحبابها أمر فريد الله إسفري عافر أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح باب الأمر بتعهد القرآن أمرك الله إسفري قرآنك إن لغا ورقبه تعهدك وك ورقبت بوقشو فاجة فاجو بيديك إن لفاجة فاجو يعني إن لغا ورقبه لدكتو أن لم يغانين قرآنك نفقي لأدد ملكو دورتو أمي ملكو سيتيسوت كسو تكتو كل بي وادكو إلنقي وادفيرين برقين كباد صوفيرين ظهر كباد فيرين عصر كباد فيرين مغرب الدين لغانا وادفوده الميبا انتاد ملكو حد إسكاقاتك حدوكو قوسم إسكاتك هيا يو تحذير الدقيق لسكيق الدقيق عن تعريضه قرآن كإن لو بندقو للنساء إن إلوذو إن تصاب النقط قرآن كإن إلوذو وكافكذو عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن قرآن كان دكت كورقبة تويدا هكفق أننا هكذا يراننا تعاهدوا كورقبة إلى علي حفظية هذا القرآن قرآن كان فوالذي نفس محمد بيده الله نفطيده قعدت سأي كجرتان كل أرتي لهو قرآنك أشد وادرين ياي تفلوتا حق بحثك وبحثني فكشدة وفكني هلمان كالله هلمامي التفلت والتخلص من الشيء شيء كبحثته
من الإبل جيلا وكفكش أقيها وكفكش بدنها في عقلها أي من عقلها أي كبحثته ضبر كذا يسيت هذا عقل كوا جمع عقال عقال مفرد كوا عقال عقل سيدا كتاب كتب لوغو جمع مركا قاركود كتب كتاب عقال عقل بالغو جمعية مركز دبر كي يسيتد نيفك جيل دربوا كفكنا يا انت صورك اسكو سارتو سواشود يا ارك يا سو بعصداي اسك تغي سو استرقسن هي يو غوينيا اما لوقت كلا بخايا حلو تغ لما يقال قران كن واسدا صد سو هل له واد هيسا ان بادي هبن ادرين سو كنت مقدي وا كافولي توش لك ربحو توش دارو فينس لك دنال دارو بس خفير با كدحايس هذا هذا الضيعات كور كتابك الرب جيوي متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن نك قرآنك يقان أما قرآنك أهل كيساء قرآن صاحبك وروح اللازمة هذه صحبتي مصاحبة وحكين إذا ملازمة أنت دونها لكاته نك قرآنك اللازمة أهل كيساء وحلمت يأك مثل الإبل قيل أوكالي المعقلة للدبري أما الله ستي إن عاد عليها هذو كل نقوه كور قبه وكل بقران صدى نفك ماشى كود دبري أمسكها نفك وهاي سنة يا شاسي يرتقى كبحسن ماي وإن أطلقها هذو سيدا يصوم أو سن كل نقين ذهبت وتغيس قيل بي لم تهي إلا تشرب حريوي أم الله دبري أم الله سيتي تصور نبو إن الصينية شيء والباء والدنيا محصوصة دان لقو إلا قنو لقو ورقبين وكيدا يعمو بيلها قرآن كن واسد وكله كورقبة أخرية دريرية كت كذا تفسير كذا فيرية باب استحباب تحسين الصوت قرآن كن تيلا برتين لها المام أحاديث ضعف كجرا كت المانتين أي تي كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر سو نبي وقد جيو وهاو العلوس لأنه المام كحطوسية يلو شو حطوسها يا شيء أكتاد أصلا كقيمة بدن إنكم مشكوش مع كتاب الله كقيمة بدنكم كان مشغول يوي وهاولها ليس هلمان كاد هلمانتي يمدو وكامدو بادي حنا الدرينسين يا شيء كقيمة بدن إنه كهولي أو كان مشغول يوي كتاب رب جن عاد بيدحكوا قبطي وهاول علوس مركو ينادي لو قد بتون هذا باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن حبابي هاي شعيلك الله شعليس شرعا تحسين الصوت عدك إن لقرحيه بالقرآن قرآن كما كالله آخر النبي وطلب القراءة من حسن الصوت إيو إن لقعد صدق قرآن كإنه آخر الروح عدك وناكسا والاستماع لها قراءة إن لقعدك هارعيه قرح سنة وآخر إنك عدك قرح سنة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله إلهي مدق يستو لشيء شيء ما أذن أنتو دغيستو لنبي حسن الصوت إلهي ما دغيستو أنتو دغيستو نبي عتق حسن نبي قاسو يتغنى بالقرآن قرآن كصو ضيني كعو ضيني يجهر بكرنا ودغاية كر آخرنا متفق عليه هن ما يقرب قاضية معنى أذن الله أي أذن الله استمعوا وهو إشارة وحان الغوفر موقها أم الغوفر فيقها إلى الرضا والقبول إلهي نرى لكي أي قرآن كعودك لغو قرحيه كر لو قادو سي ترتيبه دقن لو أخريه إذن إلهي سبحانه وتعالى إنه جعل يا قرآن كعودونا أكسن لغو أخريه ماشي كجرت محايا إلي نبي قعودك قرح سنة قرآن كأخرنا يكو قرارية إلهي سوء دقيستو عودو دقيستو مجروي إلهي واجعل يوحو ربي جعل هنا خير يبركوي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حكوي نبي محمد حكوي لموسى أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس لقد أوتيت وحال وسيي مزمارا قري أما وحال وسيي طرمبا الوسيي من مزامير آل داود زمر أسر كيس وغناها آلات كقلبك غناها هي هيس تقرحية لحن كينا ضدكو أي جعلاذان أي النبي كشبها يسوق الحسين يعني لقد أتيت وحال قسيه مزمارا عطبا لقسيه وإيرلومبا لقسيه
يحنجر آدي آد عدك صبعي أقر حسن اللي عدك الحبال الحبال السوتي كصبحة مزمارا رومبا لغسيه يطرمبي عدوى ناكسونه من مزامير آل داود عدك النبي داود وكلاء نبي داود نبي عبادة بدن نواءها قراء زبورنا آد وآخرية آد نوع عدك حسن نبي قال هوري الله الشيخي من واسقوا يهيبا رواية المامين با مرك النبي وحكوش به عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري وحكوش به وكيسي عتق النبي الله داود عليه الصلاة والسلام سأقر حسين متفق عليه مركو أمان ومرضو أمان يا قرآن عتق الله أقر حيو وفي رواية لمسلم الروح مسلم رواية عقتمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنه كيري نبي قال كيري أبو موسى الأشعري لو رأيتني هذا أرك لهيد وأنا أستمع لقراءتك البارحة حالا أنا قراءة دقيسان يوتاغن أدو قرآن أخرنا يانكم مقلي برتين تاغنابا كنا قاقواي سانكو دقيسان يي مكاد قرآن كنا ميسان كتك وذياب الهيد بن نبو لي إنتان فديي أما أن تاغناء دقيسان يي قرآن كد أخرن يس وهو عبد الله أبو موسى الشيقية لو رأيتني هذا أرك لهيد إنتان ضاي أما سان أغبقي إيا سان أدقيسان يي وأنا أستمع لقراءتك البارحة أنا أدقي سنة يقولك رعيني حالي قراءة هذه نادو عقر حسن بوها عبد الله بن قيس هذا عقر حسن ولا ليا بيبوها وصحابه أي هذا ليا بيترين أي مسلمين تكلبا ولذلك سازوك هو إنك نام حبا سيدا السمي هبين بعيوه وصعوده يسوي مد وهول سوي بدو حمق عبد الله بن قيس وكأخرنا هي قرآن أخرنا هي سلات ليل تكري ينعيدك القرآن برها هيبا كل قد بسوي متقول عايشة سكوي ماتن هبي يكون سيود جيسان هيد أي حلة دم بقتك نادع قرصن بوها نيكل أورنجري أبو عثمان النهدي وأردني سكمدها وحويري ما سمعت مزمارا ولا طنبورا ولا سنجا أحسن من صوت أبي موسى الأشعري حول أنت النولا قر الله قراعي ترم الله قراعه turban la garaaco baalan qalab qalab ka sanjiga la yiraahdo waxyaabahan dadka waxa la dayo dhan isticmaal dhan buu sheegayaa taabiicigu wax walba cod oo quruxsan inta noolaan arkay wax abdullahi lamida ma arag bura musla shaari maxaa jira la yiri in kana la yusalli bina salaad marqadna yuna tujin jiray buuri fanawad annahu qaraa surata albaqara min husni sawtihi مركو صلاة قالوا وحان جعلان جرئن صوت البقرة بالله أو دم أيوه إذن كنا إمد محلين إله يصب بالله بزمه إذن كنا إمام يدين وحض أورنز إله صوت دير يصن يصن بالله أريد الذي إن عطينا يا ربتان هذا أقصر والضحايا والليل والشمس يواتين يمالاس تابعوا وليه هدو صلاة بالنقلية الجهرية وحان جعلان جري إنو بالله سورة كديرتا بقرة كالينو بالله من حسن صوته ما ننقران جرين برو سورة ماشي مريس يحلو دمي عبد الله إنو عاصو مرق نيسا ما هاي عبد الله بن قيس وفضل إلهي وضماس يوي مرق عدكاسنا وأديكسو قرآن كي كتاب كلاي علم كذا وأديكسو كي سوماليه عدك قرع سنا يا زو قاري انت لا سو قاد لا يري عدكان هيس حساب كو وناغسن ياهي هيساغا لا دغو كلا نكون عيل براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرا نبي محمد اخريان مقلي في العشاء صلاه العشاء بالتين والزيتون سوره التين بالنبي كو اخري فما سمعت مما قلب الرسحاق براء احدا احسن صوتا منه نبي محمد احد كعد قرع سنا مما قلب براء هل كاسو تا نبي أدب عبد قرصان صوبنا عليه الصلاة والسلام لكن أسوق نبي حوار كينو عبد الله عبد أبو موسى كعبد قرصان صحابة ضنوا حيل النبي كعبد قرصان ونسبي نقول بمشو هذا قيمة أنت الأوكر التجية وإذا قال لي ضعت فول حما يا أركي هواينكم مرقامة هاي كو قال لي ضعت رسالة مكارد لما يدور كو حرور هاي يا أركي حرقي وإذا دكنا في بحر هاي تدخل قيمة ماها codka isku si looba qiibay soo sidaa ma wasaa ogaada muttafaqun alay wa an abi lubaba tabashir ibn abd al-munzir radiyallahu ta'ala anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qaal
من لم يتغنى بالقرآن فليس منا وش وضعت كاتبة نين كان قرآن كعدكيس كقرحين أو أن إسكدون دون عدك إنه قرحية أو ضنانية أو ضوان كردقو فليس منا بالله يريب من لم يتغنى نين كان كجيران أن قرحين عدكيس وي بالقرآن فليس منا نقامات ترسنو وذا دنا واي أول يوم من لم يتغنى أي من لم يستغني بك دقام من الاستغناء بآذين نين كقرآن كبرتي أي يقانا إن كد يقتومين إن آدم كردو ورسنين إن عزي الشرف يقب أن مدري من ما دام وحامل لكتاب الله هي أنا قلنا قمت رسلو يعني القرآن كحرمي وقب أن مدى إسكدون دونه شيء قد حنبار سنتي كتاب كلاه قيمة قدري ما لان كوها بونين هاي سديقين عامل وحق قبطان أديق ألقوه وقلي حامل وحو صميم بانين كحامل لكتاب الله وقلي وإن شيء قد حنبار سنتي أكتاد قيمة كويش ولو أقبع فريدها قاركوت oo iska gabaadan meelaha qaar kood hadda waxay maraysaa dehudadii oo dhanba inay daba rukusaan heen siyaasi waa kuma siyaasi nigalla sasma garanayn hoosma u daga caawa meeshii doonaa ka baxdee isma ka daaya nimaga gacanta saas leeyahay waa iska deyrhaya المهم فرينت وحوى كتابك قرآنك حرمية هذا دين حرمين هبارنا بنان كمرة شيئا شيء قال أوهي جبريل با إلهي كسو قاضي نبي محمد با الله كاني أفضل الملائكة على إطلاق با الله سودي بي وأفضل البشري على إطلاق با الله سودة شيئي إذن كاكرد حالي سنة حرميزان ما فهم حوحان كتاب قرآن كتاب موسى علولي ميل بلدق هايو كريش ومرش ميل وضان بس القرآن بالحبر سنتي كتاب كالرب يقول حرمية قدرية قيمة أوية لا ميشاد أساقر دكتان مبالا يدين ديجي أضوك هادادا قبان ما إسكدون دون دوتكو يكدو لي سنيا وحوى الدنيا شلين يريو سيدة آفين هذا كتاب كالرب يقول هلو قيمة هلو قدرية معنى يتغنى رواه ابو داود بإسناد جيد معنى يتغنى ومحي يحسن صوته بالقرآن يحسن حقور حنيا روح مسلم كصوته عتقيس بالقرآن قرآن كوكور حنيا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال للنبي انتبه بهذا الباب كورن وقدر أكتان قرآن كعتق الله قرحيو نك عتق قرحسن القرآن كنو آخر الليل هذا لقد جيسته نينك لورنجري يحيى بن وثاب نين قارئ وتابع ومسعود قرحسن بوها اول يدي عبد الله بن شبيه جري ابو موسى الاشعري بن شبيه جري تابعينته يرقي حرتها مسائل لبوحه دو يمادو وحيد القران كانو اخر هضوب بالابو عوري ارضي كشكيني مسائل كونو عيد لي هاي ونفر بنادم وسن جوجين بعد موديسا سيدا لو حسلون ياهي ايشن قد لو ايلان لي ان لو دغيسن القران كيسا ودقاق ما جرو شنقد ما جرتو ني ولا ميشو تاغي كو قلفا هيا حدا ود استاغيس كتاب ربي وقرحسان ومعانا يا دين عد قرحسان اخرني او يقانا ادهيسا ميلها لا استاغو ميلها ايادو كبلابتو فواسيشيسا اوقاف تسقرنيه معاني صدوحايا تاثر كم موقنا يكلو ميشو مريو تأثر كهذه آيات كو إني وضع الصعداء ديك لو حي تجي سيدي 98 كي وذات سيكس كنا تجرى تراويح يتجدوا حمو حسوستي أيا سورة الضحى كو إي مرقى بنا كو صوب بحري يا هوين كي قيبك يا مدى يا حرتي وحيلي محكو إي سورة الضحى ميا لغو يا مالها الضحى معيت الضحى ميا لغو يا مركو عهوى عيوغو عبودة ملاك قولة اللي قولة كل يتدبر كذا كعرات تدبر سورة الضحى وسورة العرس بعض السلف بقالوا تشعروا هابين كبقول ترى قريب جري نبي محمد بيكو الرمي صحيح إلهي كرامات كسي وعن مسعود رضي الله تعالى عنه قال للنبي نبي حيوغو يلي اقرأ علي القرآن عبد الله وكالي يقول الآخر كتاب إلهي فقلت يا رسول الله
أقرأ عليك وعليك أنزل ميان كودو الأخرين يا كتابك إلهي أدول وسود دجي النبي الله بمعنى أصل وحاوي أضام معالي نهي إنا نقود الأخرين كهدى قيسنه إن أرضي هو أخري أو شيخ كده قيسته هدي النبي الله لما أقوم جرموي قال النبي حوري إنه يحب وحان شعله أن أسمع القرآن كإنا كم قلوا من غيري أحدا نانيك كاهي صدق قادين يا فرند سات أقود بسين يا أمان إنسان أقود تي أيان ربينا الأقادة آخر كتابك ربك أن كده قيسته عبد الله من أحفظ كتاب الله بوها فقرأت عليه سورة النساء سورة القرآن قوات كتب بالله بيبا. سورة القرآن هو أتكيد بعبد الله بن لابي حتى جئت إلى أن سوق قريب لهذه الآية إلى هذه الآية آيات أن سوق قريب فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال نبي حوري حسبك الآن ونصوم الحديث كاسوق ففازني قصدبا يا أرمي الله متك في صحيح مسلم ونكون مرة هذه هل كان مركا مريو يونبي قولي بس هل كان كتوش حسبك الآن كافيك الآن انت ساك وقفلن وانا كاد غيستو انا غون يقفلن فالتفت النبي كان ينضي موضي اون جلعي فاذا عيناه تذرفان نبي نيس با شمي قران كبي كتاثري عبد الله يسود اخري بو بغي امانه يسود اوغتي بو اركا كتاب كلي قوارع ليس ايات دو ايات علوسوي اياتنا وايات علوسو ان ولبا او ايمان لبيرك كلا بحيسا فإذا عينه نبي محمد لبي سينود بركة إزنيد يا تدري فانا شو ما هيو المينية متفق عليه مرك النبي قد الله أمديسي نقعدك قروح سن كتاب كرب جيتو سنة إن شبينا إن عبد الله قيادي سوحوي الروايات كسحتها هذه اللي هلول عروري كتاب كرب جي بيكون تفسير إسا مجاد بوحورن شري هدي أن قراءة أي رواية عبد الله مسعود آخرين لها سؤال بدون من عباس ويدي وتفسير القرآن كقصاب سن أما بعدين بول أما بعدين باب الحث على صور وآيات مخصوصة إن لسكوب بوري ولا سكوب عربي آية الجونة هي صورة صورة الجونة عن أبي سعيد رافع بن علا رضي الله تعالى عنه قال أبي سعيد الخدري معها وصحابي كلو يساس شقوق عدينية قال لي رسول الله رسول كلو يقول مالي مال ما كم إذا لا أعلمك موانا كبرني ما كبره أعظم سورة في القرآن سورة القرآن ككجرة مدة أول ما كبره قبل أن تخرج أنت هذا نكبح كهر من هذا المسجد مسجد كان هذا نكبح ومسجد النبي محمد النبوة محمد كب يا قبل أن تخرج أنت هذا نكبح من المسجد مسجد كان هذا نكبح فأخذ بيدي نبوك عنتو يقبتي بور شاكك لي أحاديثك لي ورئيسك ونبوك لك علي فلما أردنا مركان الدون أن نخرج إلى الباب كدقنون بحنو قلت وحاي النبي الله يا رسول الله رسولك إله يو إنه رسولك هفيب وقات نبي الله وحادت إن تاذا نكبح مسادك يا وحان كبري سورة القرآن كأقوي الباب كنا والوسي دو ياي كان كبالة تاقيا إنك قلت مردو وحادت لي لو علمنك وكبري أولي أعظم سورة في القرآن سورة القرآن كأقوي قال نبي حوري الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم والقرآن العظيم عفوا الذي أوتيته ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وأيضه سورة الفاتحة صلى الله عليه وسلم صحابي وحمود إن سورة الله هي الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة هي سورة القرآن وإن أعظم سورة في كتاب الله هي أيضا السبع المثاني وتضبط السوء العلي تضبط أيضا إيصال نغنغضة وهي محايا إليمان شنص الأضباء الأخرين هي قرآن كي أهو الرئيسة والله أخريا وإيصال نغنغضة والقرآن العظيم قرآن كوين اللي شيئنا هو أيضا الذي أوتيته إلا إسيي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم عفك التغير بكيان هذه الليلة وحال الليلة هذا تاسوك لمشهد آدين ميه وذكر شيء بوصفين بالليلة هذا هل شيء كلية إن لبط المامو لغو تلمامو لبط المامو ميت كمان تقال لغو عطفا الليلة هذا وباب قونا عربي لغا قال عطف مشهد عي عطف قونا تغير بكيان مغايرو سبع المثاني ويكدو أنت القرآن العظيم
waa falsafo kaloo meel kale lagaga hadlo. tan marka la marahayo tafsiirka nabi maxamedna la qabto waxaa loo yaqaanaa dikru shayi lwaaxidi biwasfayni wa cadfi axadi maca alaakhar. mabxad carabi isagoon aad u qiimo badan wey, ishkaalad badan aad kaga badbaadayso. walaqad aataynaaka sabca min almathaani faataxa wey, celcelinna way tahay, waa la celceliyaa, qur-aan culusna waa tahay. marka faataxa waxaa lagu tilmaamay laba tilmaamood oo ah toddoba soola laabata inay tahay, qur-aan culusna ay tahay. idan waa dikru shayi waaxidin biwasfayni wacadfi axadi maca alaakhar baa loo yaqaana. rawahu lbukhaari saaxibu tanziil, nabigu lagu soo dejiyey qur-aanka hadduu kuu fasiray mufasir kale warkiya banaanka iska geey, dhagaha ka furayso nabigaa fasiray. rawahu lbukhaari maxaa yeelay salafku waxay yidhaahdeen taabiciin badanna ka sugan bal xadiidna ku soo arooray tawraad iyo injiil iyo zabuur wixii macaani ah iyo xukum ah iyo khayr ee lagu sheego dhan kitaabka rabbiga baa lagu ururiyey, kitaabka qur-aanka lagu ururiyey. kitaabka qur-aanka ah wixii lagu sheega axkaama iyo qawaacid oo dhanna waxaa la isugu keenay suuratu lfaatixa. suuratu lfaatixa oo dhanna wanaageedu iyo khayrkeedu iyo cadamadeedu waxay u laabanaysaa hal aayad keliya, iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin. hawshu dhan intaas ku fufuqsatay, iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin. qur-aanka dhan intaasuu ka hadlaa, aadam oo dhan iyo makhluuq oo dhan intaasuu ku dhisan yahay, ilaahay in la caabudo, asagana awood iyo kaalmo iyo baawar la weydiisto. maamulki oo tawxiidu rububiya ah, al asmaa wa sifaat, tadaabiirtii tasriifkii, waiyaaka nastaciin bay hoos fadhidaa. addoon inaad noqotana waiyaaka nacbudu bay hoos fadhidaa. qur-aanka oo dhan halkaasuu ku urursan yahay. idan waa suurad weyn, saasaa laga wada. suuratu lfaatixa saad u akhristay kuu noqonaysaa. iimaan bay u baahan tahay. wakii ibnu qayim kaga sheekeeyey waaguu soo intuu sheekhu lislaam ibnu taymiya u dhintay, ay ashaaciriya jahamiya nafta u keenay beyt maqdis iyo shaam ka soo cararay, makuu iskaga soo jiraday, makuu ciid bini aadan uusan ka aqoonin buu yimid, gaajo xun baa ku qabatay. dhowr bilood ayuu maa uu zamzam cabbi jiray, faatixana akhrisan jiray, wuu cayilayba oo ku cayilay, wuu cukanaaday, jirkayga baa laablaab, xaluus baan yeeshay buu ibnu qayim. axadu saalixiin min asalafi saalix wuxuu yidhi xilligii basra ay ka dhacday abaartu ee dadku lays cunayey ee baktigu dadku u banaanaaday, xabad rootiya jabkeed baan heli jiray maalin walbu, biyaan ku qoysan jiray, markaan gaajo dareemana suuratu yaasiin baan akhriyi jiray biniyati shabaci, inaan ku dhargo waan dharki jiray buu. niyadaa lagu raacaya kitaabka rabbiga saad u aaminteed u yaqiinsan tahay baa rabbi kugu barakeynaya. laakiin tijaabo hadday kaa tahay bal fiiri, waa la fiirshaay, dameer ceel ku dhacay maxaa la yidhi, koykoyna waa lagu dayaa, ma taqaanaan, waa lagu dayaa, waxba ku socon maayo. inuu ilaah iskaga kaa naxariisto dacfigaada iyo qalbi xanuunkaada uu arkaba mooye, waxa waa asal baashu yaqiin iyo sidqi u baahan tahay, tijaabo maaha, tijaabo maaha. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وحيولي في قل هو الله أحد سورة الإخلاص نبي وحيولي والذي نفسي بيده الله نفطيه دوك عن تسيكو جتان كل دارتي إنها سورة الإخلاص قل ولي لتعدل وحي أولي قانتا ثلث القرآن قرآن كه صدح ميلو الدلول بي أولي قانتا صدح ميلو الدلول بي أولي قانتا قرآن كو وأحكام إيا قصص إيا أوصاف لله waa saddexdaa waaxood weeye. marka la soo ururiyo abxaad badan baa ku jirta suuradda, say ku noqotay saddex dalool qur-aanka mid u noqotay, muran badan baa ku jiri, wadaaddaa baa kutub ka qoray sheekhul islaam ibnu taymiya laba risaala kale. marka la soo ururiyo qur-aanku waa saddex waaxood weeye sidiisuba, min suurati alfaatixa ilaa suurati annaas saddex waaxood buu ka hadlaa. axkaam aakharo iyo mid adduunyo, waxa waa xaaraan, waxa waa bannaan yahay, sidaa ninkii yaala saasaa lagu samayn aakhara, waxaasuu mudan adduunka sida axkaam taallo oo go-aamo ah, ama adduun ha khusayso ama aakhara ha khusayso. qisooyin, dhacdooyin, abuurkii bini aadamka, meeshii laga yimid, jin wuxuu yahay, aakhara waxay dhici doona, waxaan dhacaynin, qisooyin ummadihii naga horreeyey iyo waxa iman doona iyo waxa lagu la joogo, qisas baa layadaa. inta maxaa ka soo haray
tilmaama ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Ninka rabo dheen salafku inuu ilaahay tilmaamihiisa barto awaailka suuratu alxadiid ha akhriyo. maxaa loo yaqaan sabax bir bay dhihi jiray, sabax bir ha akhriyo suuratu alxadiid qaybaha u horeeya, tobanka aayad u horeysa akhriyo ama shanta aayad u horeysa. Idan saddexdaa tiir ee qur-aanku ku dul wareegayo tiir ka mid a suuradda ugu tilmaan og waxaa ugu tilmaami og waa suuratu alikhlaas. Qul huwa allahu axad, allahu samad. Axad iyo samad qur-aanka meel kale ku jirta ayada kaan ma jiraan, laa yuujad, kama soo heli kartaan. Asamad meel lagu sheego qur-aanka ayada ma haysaan, bal ii sheega, laa yuujad. Qul huwa allahu axad, allahu samad, lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. Dhammaad iyo bilow maxay suurad maxay noqota? Tilmaan ilaahay subxaan qaadir ah. Qur-aanku dhanna muxuu ahaa? Saddex tiir: axkaam, tilmaamo ilaahay iyo qisooyin. Hal xubin hadda iyadu la kacday aabba u noqoto, maxay noqotay qur-aanka saddex meelood? Dalool sulusaas ay ku noqotay. Al-axad waxdaaniyada iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala asmaa wa sifaatin wa afcaalan in lagu tafriido lagu gooniyoolo iyo axadu ka turjumaysaa. Ama samad waa awsaafu lkamaal asalkiisii weyn. أوصاف الكمال أو دن صدح بيقول لا بتا صفة القدرة يا الغنى يا العلم. السمد وامحي والمنتهي في السؤدد والنهاية السؤدد والسيادة. بقر كبقر بقر نما أي قرن ماتي أي أسقل لو باهن يا أسقل أحد أن أباهنين با سمد كالليل هذا لو باهذي أسقل أن باهنين أي السمد ليل هذا أحد كاللو باهذي أسقل أن باهن واكما الله. إذن مخلوقات ودن بربا انه باهين وهو غني عن العالمين بي اسمت كو عديسي احديه نوام حي وحداني ودن مالكتي صفات كربي ودن لبا سكت الوريغان. الاحديه والصمديه فرد صمد احد صمد معناه زال لغا ودا مركز سوره بلاش كما نقولن سوره القران. سوره القران من كلمه ما حق التردد يا ايات بنها لغا ما هلي كميه ما واخ لغا هلي وكيفيه الكم والكيف كلا برتا تريا تيزو ما كلا تقانان تريا تيزو ما كلا تقانان تيرو يا تيو عدا زما لانقاب الهي تريا يا تيرس كوما دور لانقاب ودو وحي بدين وا جيسيال وامتحان ومشكله ميل فدي وحي لانقاب معايا الاله هو الرحيم دتك اسكو داري مايو تريا يريو يا تيو حمو. Laangaabku qaaliban waa gob wey, waa deeqsiyaal, waa boqol kama lixdan, waa murjin ishood lama maro. Labaatan iyaga ka mid a kunun bay buubsanhayaan ma dhaqaaqaan. Meesha tira laga yareeyey baa tayada loo gelinhaya. Intaba habla kale yaa rag baaba i tuumi karaa daar sii socdee aan ka soo laabto. Waxaa suuradda ay u noqotay, waxay u noqotay thuludku waa xagga tayada laga hadlaya. Tilmaamahay bixinayso iyo nabarkay taabatay baa laga hadlaya, ima aha xagga tirada. Wa fi riwaayatin, inaad fahantin thuluth alquraan baan ka rabaa, wax kale kama raba, baxdi kale ku jira masalada. Wa fi riwaayatin anna rasuulla sallallahu alayhi wasallam qaala liashaabihi, asxaabtiisu wuxuu ku yihi nabigu, ayacjizu axadukum, midkiin wuxuu ka riwaayayaa an yaqraa inuu akhriyo bithuluth alquraani fi layla, bithuluth alquraani fi layla, qur-aanka saddex meelood meel inuu akhriya habeen gudihii miyaad ka riwaydeen. فشق ذلك عليهم أرنتا وكوأت كت صحابتي فشق ذلك عليهم أو شاس ويليا من نبي الله هبين كستا قرآن كستا حمل الله من الواتب من جزء خيرها ولد نوان هاي وحوك سنا هبين والبا تبن جزء هواني عرنا واجون حساب بدن بعد النبي الله مركز وكل عصلاتي يعني حوار كيان ويو ما يسمى باللابن حوار كيان هوا شعلوس تاي رأوا ذلك شاقا عليهم وي وقالوا وحيلا هذه أينا يطيق ذلك يا رسول الله نبي الله يا وذكره هبين والبتمن جزء لباتشنين. فقال نبي حور قل هو الله أحد الله الصمد ثلث القرآن وقرآن كالثلث كي أخرية سورة أخرس كذا بدية روح وفهم رواه البخاري. وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ حديث كي أبي سعيد وحكم إذا صونا إنه نبا وحوم مغلي رجلا يقرأ قل هو الله أحد
نبا وحوم ما ننكلو أخره سورة الإخلاص يرددها كوع العيني. فلما أصبح مركو وبريست بعد السلف هل آيات بكوع العنجري مركا قاركض آيات بكوع سيدنا عمر بعد العين القرآن كأخره مصحف الله كالبحي سورة المطفين بأصبح حضي يوم يقوم الناس لرب العالمين ودافواي آيات داسو كوع علي وكد قاقواي وامراضي وبررت مصحف كلها في فروه كقاضي مرضا بو ميرسد وقلب لقالي بعد الناس قد ينو أخره هبين ربي كسو جيد بعض الآيات فإذا نقرأ في الناقور نبقى كنا في بحي سوء أخرى كو ونو إجتال سوءي يعني وصدوا فانسنت يكون حرنتا. فلما أصبح مركو واجو بري جاء إلى رسول الله رسول كلاه يبؤيبت فذكر ذلك له ننكب النبي محمد وش الشيخ أصوه صحيب كي دعويني والنبي كتش هذا هي وكان الرجل ننك ورك الشيخ يقول آية تقالها مثل يريست السورة نبي الله حالا ينبو سورة الإخلاص كل عيني قرآن كلام مواقري سام بإخلاص أقول الله مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ما يقول يرى سورة الإخلاص ما إن حلو أن إخلاص علنا هي بعد لا يابطي قرآن كسدح ميلو ميل بيقول لك أنت سورة الإخلاص رواه البخاري نبي مركو حوت سورة عظمة دوتو السحابي أمركو رأي لا يراتي يا سورة عادة أمودها هي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن رواه مسلم. سورة الإخلاص بالله ياد وسورة آدي أدو قيمة بلان صمالي وي تقاني لكن هل ماله بيكو أخري جرين مركي ورد بحنا ينقلي أخري جرين سقرن ميزا ولي ما لعوني سوسو دردرا ميغا كوي تماني إخلاص طبا تماني إخلاص طبا أسور هذا مضاع القرب قرب الله ترين كدمنا ولا حولي جرين مركا الله ما أخريه أمغاد بس اللي قمت هلي قليده وحا كم بضن هي ذات كان نول أخرية سورة الروحة وكور دي وبتصدى نينك قرآن كأخرين ويا وقت أوايا أيدها العلي. وعن أنس رضي الله تعالى أن رجلا من با نينك أينو يهي قتادة بن نعمان الأنصاري باللو بدن يهي أن رجلا من الأنصار قتادة بن نعمان وذا نينك لا يكش شيء كالثوم من الزهد دم بيكش شيء أنا أذكر بن صومري قال وحر يا رسول الله رسولك إله يو إنه أحب هذه السورة سورة إخذ نبي الله واتشع لها قل هو الله أحد وي وأن جعلها يبر قال نبي إن حبها جعلك أتعيش سورة داني أدخلك الجنة جنة وكقلي وأنا كقلين دونا رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه البخاري بحديث كورية في صحيح تعليقا أصور موصولها بأصور نورية بل لك أن كنت تتابعه إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى أعلم.